خلينا نبص مع بعض على الشنطة دي من أركيتك هانتر. فيها 3 سوست، دي السوستة الأولى ودي السوستة اللي في المنتصف ودي السوستة التالتة. السوستة الأولى ممكن أحط فيها مثلا مفطرة فلوس بالشكل ده، وكمان في مساحة كافية إن أنا أحط محفظة، ممكن احط محفظة هنا او احط المحفظة هنا في السوستة اللي في الظهر. تمام، السوستة اللي في المنتصف كبيرة وواسعة وتشيل معايا جهاز الكندل 7 انش، لو انت معاك مثلا تابلت حجمه 7 انش هيشيل معاك. ممكن احط هنا مجموعة من الاقلام، قلم وادي القلم التاني، ممكن مثلا تحط باور بانك هنا او نفترض اي جهاز بالمساحة دي هتشيل معاك كويسة جدا. ممكن تحط تليفون واتنين هنا او نفترض محفظة تانية، مفيش مشكلة خالص، المساحة كويسة وتشيل. وحجمها كويس والايد كويسة جدا وقوية من اركيتيك هانتر. هسيب لك في اول تعليق مثبت وكذلك في صندوق الرصد الموديل وتشتريها منين. لو عندك اسف سابق اكتب لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليك. كان معكم مجدي عبد الغفار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.